مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. رح يكون عبارة عن فقرة بختار فيها فيلم بحكي عنه وبعطي رأيي الشخصي فيه، وبالنهاية انا وانتو رح نقيم الفيلم مع بعض. انا ريتا خانو، فيلم اليوم هو Onward. ممكن تسألوا ليش اخترت فيلم Onward لليوم؟ ببساطة لانه نحن هالايام قاعدين بالبيت، وهذا الفيلم كتير مناسب لكل العائلة، صغار وكبار بيقدروا يحضروا سوا. Onward هو احدث افلام بيكسار، الشركة الرائدة بصناعة أفلام الرسوم المتحركة بالكمبيوتر، واللي عودتنا على أعمال شديدة الإتقان ومفعمة بالمشاعر. قد ما تمنع حالك أنه تبكي أنت عم تحضر فيلم بيكسار رح تنزل الدمعة. باختصار وبدون حرق للأحداث، تدور قصة أونورد عن عالم من المخلوقات السحرية اللي نسيت السحر نتيجة عدم استخدامه وشروع التكنولوجيا. وبهذا العالم يكتشف إيان لايتفوت خلال احتفاله بعيد ميلاده 16 مع خيه ووالدته إنه والده المتوفى من زمان ترك لهم عصا سحرية مع والدتهم قد تمكنهم بطريقة ما من رؤيته مرة تانية. فهل يا ترى رح يقدروا يحققوا هيدا الشيء؟ شوفوا الفيلم. شو هي نقاط القوة بهيدا الفيلم؟ فيلم أونورد من إخراج دان سكانلن، وهو فيلمه الثاني المعروف بعد مونسترز يونيفرسيتي. أولاً، الفيلم أصلي بكل ما تعني الكلمة، عالم من السحر المتخيل بشكل جديد، ما له أجزاء سابقة، والحكاية ما لها مأخوذة لا من رواية ولا من قصة شعبية. ثانياً، مشاهد التأسيس أو الاستابلشينج شوتس اللي بتكون من البداية لتعرفنا على عالم الفيلم وتمهد للأحداث، هي من أذكى ما يمكن أن يظهر بأي عمل سينمائي. ثالثاً، وكالعادة تؤكد بيكسار بهذا الفيلم قدرتها الفائقة على خلق تفاصيل الشخصيات برسمة وتحريكها، كما هو الحال مع عناصر كل مشاهد الفيلم المقدمة بشكل دقيق وواضح يكاد يحاكي الطبيعة. رابعاً، إين بطل الفيلم شاب خجول، انطوائي نوعاً ما عنده ثقة بنفسه وغير مدرك لإمكانياته، وبحالة بحث مستمر عما يمكن أن يكون متميز فيه، ومغامرته رح تشكل دافع لكثير من الأطفال والشباب المحبطين أنه يؤمنوا بنفسهم وقدراتهم. أخيراً، أكثر ما يميز الفيلم هو أداء الممثلين الصوتي. شخصية لورل الأم اللي قدمتها جوليا لوي، وإيان اللي نجح أداء توم هولاند بإيصال كل المشاعر المراهقة والمختلطة اللي عم بعيشها، وأكتافيا سبنسر بدور المانتيكور عملت شغل حلو. أما الدرجة الكاملة عن أدائه الصوتي بياخدها كريس برات اللي عمل دور الخيل الكبير بارلي. استطاع إقناعنا بأول الفيلم بأفكار عنه سنعيد النظر فيها كلها مع نجاحه بإقناعنا بعكسها بالنهاية. بالنسبة لي أكبر عيب بالفيلم كان نقص استخدام الكوميديا والإفيهات المضحكة بشكل عام طول الفيلم، وبشكل خاص خلال المغامرة اللي خوضها الأخوان لمقابلة أبوهم بعد ما نجحوا بتكوين نصه فقط. لذلك تصنيف الفيلم بيتجه نحو كونه مغامرات أكثر من كونه فيلم كوميدي، وهو أمر مختلف وغريب بالنسبة لأفلام بيكسار. أمر آخر مزعج هو نقص الأغاني. صحيح الفيلم كان فيه مشاعر إنسانية وحمل عاطفة، بس يعني شوية زيادة أغاني وموسيقى كانوا رح يساهموا كتير بالتصاعد الدرامي بشكل أفضل مما حصلنا عليه. الشخصية المثلية اللي شكلت جدل كتير كبير حول الفيلم إلى حد منعه ببعض البلدان، للصراحة أنا حضرت الفيلم وكنت عارفة مسبقاً بوجود هذه الشخصية، خلص الفيلم وفعلاً ما عرفت منية لهالدرجة، ما كانت ملحوظة ولا ما يكون لمثليتها معنا، وعلى الأغلب كانت مقحملة رسائل سياسية واجتماعية تتجاوز فيلم ذو هدف بسيط وواضح، الأسرة ولم شمل الأسرة. بشكل عام كان ممكن مغامرة الأخوين تكون أصعب وأفضل وأذكى، لكن اللي شفناه ممكن نعتبره انتصار لجوهر الحكاية البسيط. صراحة ما كانت حكاية مسلية وشيقة بما يليق بفيلم عن عالم سحري ومخلوقات غريبة أو حتى فيلم لبيكسار. أخيراً، هناك بعض الأمور غير المنطقية اللي أخلت بالتصاعد الدرامي وبالتعاطف مع الشخصية، مثلاً ظهور الأب بالجزء السفلي من جسده فقط، حسيت الموضوع مربك وغير محبب وغير جذاب، فما قدرت أبني أي علاقة مع هذه الشخصية ولا أشعر بتعاطف تجاهها. كمان المبالغة بقوة وإمكانيات البايكرز اللي كانت غريبة وغير متوافقة مع حجمها. تقييم الفيلم، بالتأكيد فيلم أونورد كان ممكن يحصل على عائدات أكثر من اللي حصل عليها، واللي بالكاد غطت نصف ميزانيته لولا أزمة كورونا، فهو فيلم متوسط بالنسبة لزمن أهم الأفلام الأيقونية لصناعة بيكسار مثل توي ستوري، مونسترز إنك، فايندينج نيمو، ذا إنكريدبلز وغيرها. هو أكيد مش من الأفلام اللي رح تمل أنت وعم بتشوفها، ولكن ما بعتقد رح ترجع تشوفه مرة تانية، لذلك رح أعطي فيلم أونورد تقييم 7/10. هذا كان كل شيء عندي. أخيراً سؤالي لألكن، شو هو أكثر فيلم لبيكسار قريب لقلبكن؟ لايك للفيديو خلوه يوصل لأكبر عدد من الناس، وشير لحدا من أصحابك بهمك يشوف الفيديو. باي.